السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطالما تغنى العرب بالسيف في أشعارهم عندما كانوا حقا أبطالا في فنون الحرب بالسيف، لكن للأسف الشديد لم يحافظ العرب على هذا الفن ولم يطوروه كما تطور لدى الآسيويين وخاصة في الصين واليابان. حلقتنا هذا الأسبوع سنعيش فيها مع فن سل السيف والضرب به. يتعلق الأمر بفن الإيايدو الذي يتميز باستراتيجيته الهجومية وبفلسفته الروحية. تابعوا معنا هذا العدد إلى نهايته لأخذ نظرة عن هذا الفن الياباني التقليدي. اليابان وإلى غاية منتصف القرن السادس عشر كان للفرسان الدور الأهم في الاشتباكات والمعارك، لكن مع دخول استعمال الأسلحة النارية تقلصت أهمية توظيف السيف الطويل المقوس في الحروب، فأصبح استعمال الأسلحة التقليدية يأتي في المرحلة الأخيرة بعد استنفاذ البارود. المقاتلون الساموراي طوروا سيوفهم على هذا الأساس فأصبحت أقل طولاً وتقوساً. وهكذا وفي أواخر القرن السادس عشر وضع الأستاذ هاياشيزاكي شينزوكي الخطوط الأولى لفن الإياي تهدف إلى سل السيف وقطع العدو بسرعة فائقة، وهذه التقنيات تسمح بالرد على أي هجوم من وضعيات مختلفة. وكان يطلق على هذه التقنيات أحياناً أسماء مختلفة منها باتوجوتسو، ويقول بعض الباحثين بأن التقنيات التي وضعها جينزوكي ظلت غامضة نسبياً كما هو الشأن بالنسبة لحياة هذا الأستاذ الذي لم نعد نعرف عنه شيئاً بعد العام 1916 عندما كان يقوم بجولة في اليابان لنشر فنه. بعد وفاة هذا الأستاذ أخذ المشعل أساتذة آخرون منهم تاميا تايرا نوهيو. العصر الذهبي لفن الإياي عدة مدارس نذكر منها توكوهون وكاتوري ريو، دون أن ننسى أبرز هذه المدارس موزو شيندان ريو التي تعود جذورها للأستاذ المؤسس جينزوكي. وموزو شيندان ريو اسم أطلق على هذا الفن سنة 1933. يعد فنًا غير شعبي، فهو يمارس في اليابان ضمن ما يسمى All Japan Kendo Federation تحت إشراف أساتذة بارزين، وأصبح يمثل أحد أعرق الفنون اليابانية. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ خالد بن عبود الحاصل على الحزام الأسود الدرجة الثالثة في فن اليايدو. مرحبا بك أستاذ بن عبود. أهلا وسهلا. لا شك أن المشاهدين لا يعلمون الكثير أو ربما يجهلون هذا الفن نظرا لعدم انتشاره في المغرب أو ربما هو جديد في المغرب. ما معنى اليايدو؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ إحدى التفاسير المبسطة لليايدو هو أول اليايدو هو فن من الفنون الياباني العريقة، ويعني حرفيا سل السيف والقطع في لحظة واحدة وإخراج السيف إلى غمده. هذا هو تفسير مصطلحي للكلمة، كلمة يايدو. سبق في جلسة لي معك سابقا أن قلت بأن القطع بالسيف السيف يكمن ضعفه في قوته، ما معنى ذلك؟ السيف الياباني معروف عليه أنه قاطع جدا ومعقد حتى في صناعته، بحيث أن هذا السيف له جزيء صغير هنا هو الذي يتحكم في 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 توازنه وفي بنيته، بحيث إذا أخرجنا هذه القطعة الخشبية من هنا يتفكك السيف كله جزءا جزءا. هذا من جهة. إذا قوة السيف الياباني في هذه القطعة، بحيث إذا تكسرت انسل السيف القاطع من أجزائه الأخرى. هذا من جهة. أخرى الحد القاطع للسيف هو
رفيع جدا، رفيع جدا، بحيث إذا لم نقطع بحد السيف انكسر السيف، انكسر السيف. إما أن نقطع بحد السيف ويقطع أي شيء، بحيث هناك سيوف نقول لها سيوف مهندة، إذا ضربنا بها الحديد يقطع الحديد، ولكن بشرط أن نقطع بالحد ليس بجنبات السيف، وإذا ضربنا قطعنا بجنب السيف يكسر. هذا هو معنى أن السيف قوته في ضعفه أو ضعفه في قوته. أستاذ بن عمود، هل يمكن أن نقول بأن ممارسة اليايدو تتطلب ممارسة الأيكيدو مسبقا، أم أن أي إنسان يمكن أن يمارس اليايدو مباشرة؟ هل هناك مؤهلات؟ هذا سؤال مهم جدا. هو اليايدو فن من فنون الحرب المستقلة بذاتها، بمعنى أن هناك ممارسي اليايدو ولا يمارسون شيء آخر غير اليايدو، بحيث أستاذي ميشيل بروفيز، أستاذه هو ميتسوزوكا سانساي، ميتسوزوكا سانساي لم يمارس أبدا الأيكيدو، وهو يعتبر من الحالات النادرة لممارسة اليايدو في تاريخ اليابان، بحيث حصل على الدرجة الثامنة قبل سن 60، وهذه حالة نادرة جدا في تاريخ ممارسة السيف في اليابان. إذن يمكن للمرء أن يمارس اليايدو بمعزل عن ممارسة أي فن حربي آخر. فن اليايدو بالنظر إلى تقاليده الأصيلة وقلة الجانب الاستعراضي فيه لا يتذوقه إلا الراسخون في الفن الحربي والذين تشربوا مبادئ الروح القتالي عند الساموراي في اليابان. الأجواء التي تحيط بالتدريب في هذا الفن ينبغي أن يسودها الهدوء التام، خاصة هدوء النفس. حصة التدريب تبدأ بعد التحية للقاعة والأستاذ والسيف بحركات تنفس عميق لتنشيط الطاقة الداخلية للممارس. بالإضافة إلى ذلك هناك حركات إعدادية ترمي إلى التركيز الذهني والروحي وإفراغ الذهن من أي انشغال آخر، مع الجلوس مستقيما والنظر إلى الأمام وإلى الأسفل نسبيا. والحركات التي نتابع هي حركات لتنشيط الطاقة الكامنة أو ما يسمى بالتشي. المقاتل الساموراي يعتبر سيفه في مقام روحي، ومن أجل المحافظة على جوهر اليايدو لا بد من وضع ذلك في الاعتبار. وإن كان هذا السيف لا يقطع خصما بالضرورة، لكنه يقتل نفسا أخرى هي نفس الساموراي الذي يحمله. على هذا الأساس فإن فن سل السيف والقطع به تتمثل أبعاده في تهذيب النفس، لكن مع شحنها بالشجاعة والإقدام واليقظة والحذر الدائمين. وحسب مدرسة موسو شيندان ريو فإن اليايدو يضم 4 عناصر أساسية والتي ترافق كل الكاتات في هذا الفن. فالكاتا تبدأ بنوكيتسوكي، أي سل السيف من غمده، ثم كيريتسوكي، أي تنفيذ الهجوم بالقطع الذي يكون إما عمودياً أو أفقياً أو مائلاً،
ثم شيبوري أي التخلص من الدم العالق بالسيف والتي يمكن أن تكون أيضاً هجوماً، ونوتو وهي إعادة السيف إلى الغمد وهي أخطر مرحلة في الكاتا في اليايدو، تتطلب سرعة كبيرة في إرجاع السيف مع الاستعداد الدائم لإعادة الهجوم. وكل تأخر أو بطء في تنفيذ نوتو يمكن أن يمنح الفرصة للأعداء للانقضاض على الساموراي. وفي اليابان نجد أن أغلب الخبراء في فن اليايدو يمارسون الكاتات والتقنيات بسيف قاطع كما كان عند الساموراي. بقي أن نشير إلى أن اليايدو والكيندو يتشابهان في الظاهر، لكن هناك فروقات بين الفنين، كما أنهما لم يرتبطا تاريخيا بصورة عضوية، فكل فن مستقل بذاته. أتمنى مشاهدين الكرام أن تكونوا قد أخذتم فكرة ولو بسيطة عن فن اليايدو والفلسفة الاستراتيجية والروحية التي تكمن في هذا الفن. أستودعكم الله.